تحياتنا الصباحية المتجددة، دون إطالة نرحب بضيفنا في هذه الفقرة الأسبوعية طارق شريفي، مسؤول مشروع مريجل هيدورا. صباحك سعيد، أهلا وسهلا بك. صباح خير، شكرا للاستضافة. مرحبا بك. إذن حديثنا اليوم عن الإجراءات الاستباقية التي ربما بشرتها الحكومة على غرار وزارة الصحة، التي اجتمعت أمس مع الفاعلين في هذا المجال على غرار المجتمع المدني ومجموعة من المبتكرين على غرار مريجل، اللي قدمت مشروع مريجل هيدورا. أولا نتحدث عن الاجتماع اللي جمعكم أمس مع وزارة التجارة. إذا أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نعرف المؤسسة مريجل سمارت، هي مؤسسة ناشئة متخصصة في تطوير البرامج والحلول البرمجية التكنولوجية. إذن قبل كنا استضفناكم الموسم الماضي وتعرفنا أكثر على التطبيق. نعم، هذه الخاصية مريجل هيدورا هي خاصية أو جزء من التطبيق اللي هو مريجل النظافة، اللي سبق وتحدثنا عليه لنا في الكثير من المرات. إذن مريجل هيدورا هي خاصية راح تسمح للمواطن باش تسمح له تقدم له يعني خريطة تفاعلية باش توري له يعني نقاط تاع التجميع تاع هاد الجلود او تاع هاد الهيدورة. مريجل الموسم الماضي، يعني انا حبيت نطرق المخرجات الاجتماع اللي جمعكم مع وزارة التجارة، ما حبيتش انت تفصل فيها اكثر، معليش انت حر. اذا كنا تحدثنا الموسم الماضي على مريجل النظافة، كانت انذاك وكان التطبيق على مستوى ولاية بومرداس فقط. هذه المرة هل ربما تم توسيع المشروع وانتقلت به الى ولايات اخرى؟ وفي الحقيقة المشروع ما زال يعني الآن في ولاية بومرداس، أيضا في ولاية بويرة، يعني يغطي ولايتين. يغطي ولايتين تقريبا بنسبة 100%. قمنا يعني في هذه الفترة بإضافة تحديثات جديدة اللي هي مريجل هيدورا، يعني بمناسبة بين هذه التحديثات اللي هي مريجل هيدورا، يعني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قمنا بإضافة هذه الخاصية يعني لمساعدة المواطنين في لإدخال وإشراك المواطنين في هذه العملية تاع جمع الجلود. صحيح. إذا هذا التطبيق وضع تحت تصرف المواطنين، لكن حتى الهيئات المشرفة على جمع الجلود، أليس كذلك؟ نبدأ بالمؤسسات اللي ولا الشركات اللي راح تقوم بجمع الجلود، كيفاش راح يساعدها هذا التطبيق؟ مريجل هيدورا يعني راح هو، شوف باش نفهموا، اولا التطبيق ينقسم الى قسمين، يعني قسم خاص بالشركات المختصه في هذه العمليه، اللي هما الهيئات يعني المديريات المحليه مدير التابعه لوزاره الصناعه، لانه هذه العمليه لها بعد يعني صناعي، ايضا المديريات المتعلقه التابعه لوزاره البيئه، يعني هذه العملية لها بعد بيئي، أيضا البعد الإنتاجي من خلال مديريات يعني تاع التجارة. حنايا قمنا بعطينا لهم إن بلاتفورم باش يعني باش يقوموا بإدخال يعني المعطيات تاعهم من نقاط الجمع، المسارات، عدد الشاحنات، الوسائل اللازمة للقيام بهذه العملية، وربطناهم بالمواطن، عطينا له تطبيق يعني مجاني يحمله مجاني من جوجل بلاي، وين يقدر يعني يشوف هذه النقاط المبرمجة من قبل هذه الهيئات، يعني راح تعطي له خريطة تفاعلية وين يقدر يشوف هذه النقاط، ولما يكليكي على هذه الخاصية تخرج له خريطة إلكترونية توضح له هذه النقاط، ولما يعني ياكتيفي لا لوكاليزاسيون تاعو تعطي له يعني لو سيستيم تاعنا اترافير يعني لانتيليجونس ارتيفيسيال راح يعطي له اقرب نقطة يعني بالنسبة للموقع تاعو، هو لما يكليكي عليها راح يعني تطلب منه يعني شحال راهو عنده من هذه الكمية، كمية هذه المادة، ولما يعني لما يضغط على هذا راح يعني يعطي له المسار، يعني اقرب مسار كيفاش يوصل لهذه النقطه. اذا احنا ربطنا بين هذه الهيئات والمواطن في هذه العمليه.
إذا ربما خلال السنوات الماضية كانت هناك إرادة حقيقية من أجل استرجاع هذه الجلود اللي تعتبر يعني ثروة حقيقية إذا ما قمنا باسترجاعها بطريقة صحيحة، بتجميعها وأيضا بتدويرها وإعادة رسكلة هذه الجلود، لكن للأسف ما لحقناش ربما ولا ما لحقتش الجهات الوصية الهدف تاعها. أنتم سهلتوا لها المهمة، اجتمعتوا معهم، شفتوا بأنه حقيقة عندها إرادة حقيقية باش ربما لإدراج الرقمنة في هذه العملية. بالطبع شوف، ونحن على أعتاب يعني عيد الأضحى المبارك، يعني ككل عام تكون هناك حملات يعني للقيام بعملية جمع هذه الجلود. إذا على مستوى كل ولاية الولايات راهم يقوموا ب يعني تجنيد لجان للقيام بتأطير وتنظيم هذه العملية. هذه اللجان متكونة كما سبق وقلت من المديريات المحلية سواء تابعة لوزارة البيئة، وزارة الداخلية، وزارة التجارة. الآن حنايا يعني من خلال التطبيق تاعنا حبينا نربطوا كل هؤلاء الفاعلين في منصة واحدة، يعني في منصة واحدة، لأنه هذه الحملات بدأوا في 2018، يعني قاموا بحملة في 2018 صحيح. 2019 2020 21 يعني ما قاموش بهذه العملية بفعل جائحة كورونا. أيضا 2022 قاموا بهذه العملية. لهنا لما نجي ونشوف استباقيا نوعا ما هذه السنة ونشوف هذه الاجتماعات ربما وهذه الحملات أيضا التوعوية والتحسيسية تبدأ ربما أسبوعين أسبوع قبل عيد الأضحى. هذه المرة الإجراءات بديتوا قبل لأنه لما نجي ونشوفوا يعني في الميدان نشوفوا الإحصائيات تاع الحملات السابقة، لاحظوا أنه نسبة الاسترجاع ضعيف جدا مقارنة بالمادة الأولية المتوفرة. يعني تتلف للأسف وما نعودش نسترجعوها. أكيد، لأنه في هذه السنوات حسب يعني الدراسة اللي قامت بها وزارة الصناعة أنه نسبة الاسترجاع للجلود القابلة يعني ذات النوعية الجيدة سجل ب 20% فقط، وهذه يعني نسبة قليلة جدا مقارنة بالمادة يعني الأولية المتوفرة. احنا التطبيق تاعنا راح يحل هذه المشكله. وشنو هي ابرز الحلول اللي ربما راح يقدمها التطبيق في انتظار جاهزيه الفيديو اللي جبتوه منا باش نعرفوا كيفاش يخدم هذا التطبيق على ارض الواقع؟ احنا يعني في النقطه هذه تاع الجلود ذات النوعيه الجيده كما نعرفوا انه هذه الماده لما تختلط يعني بنفايات اخرى يعني راح تاثر على الاستغلال والاسترجاع تاعها. احنا التطبيق تاعنا راح يعالج هذا النقطة ويحل هذا المشكل، لأنه هذه الهيئات تقدر أنه تتواصل مع توصل للمواطن الطريقة الصحيحة للقيام بالتخلص من هذه يعني من هذه المادة. أيضا راح تعرض له يعني نقاط باش يفصل بين هذه المادة وباقي النفايات. بقي النفايات العضوية ربما تسترجعها شركات أخرى يعني أيام عيد الأضحى المبارك. إذا العملية تبدأ من أول يوم داكور. يعني اليوم الأول تاع العيد من أول يوم تبدأ مباشرة الناس يقدروا يستخدموا التطبيق. إذا كنا تحدثنا على أبرز ربما التطورات اللي وصلتوا لها من خلال تطبيق ماريجل، معليش ذكرني بها بالنسبة للناس اللي التحقوا بنا رغم أني سألتك بداية النقاش. إذا ماريجل كنا تعرفنا عليه السنة الموسم الماضي، كنت على مستوى ولاية مرداس، قلت لي أنكم تنقلتوا إلى بويرة والآن هناك تحديث أنا نتحدث عليه اللي هو مريجل هيدورا. لكن كنت اجتمعت مع وزارة التجارة، حبيت نعرف قبل ما نشوفوا الفيديو، حبيت نعرف ربما أهم النقاط اللي توصلتوا لها مع وزارة التجارة أمس من خلال هذا يعني القيام بورشات العمل هذه والاجتماعات. هذه يعني كانت أول ورشة عمل مع الوزارة. نعم، أول ورشة عمل مع وزارة يعني مختلف هيئات التابعة لوزارة التجارة، وزارة البيئة، وزارة يعني الداخلية، أيضا وزارة الصناعة. يعني الهدف من هذه الورشات العمل هو يعني تأطير هذه الحملة والخروج يعني لتحديد نقاط الجمع
الأولية، أيضا النقاط النهائية لإيداع هذه المادة، أيضا الوسائل اللازمة. احنا التطبيق تاعنا لما نعطيو لهم هذا التطبيق راح يقدروا أنهم يتحكموا يعني بكفاءة أكبر في هذه العملية، لأنه احنا الدولة الجزائرية عندها بنى تحتية يعني تقدر أنها تستغل أو تستغل هذه المادة بنسبة يعني حتى مثلا بالنسبة لجلود الأبقار تقدر يعني تستغل 34 ألف طن سنويا باستخدام قدرات 71%. هذا حسب يعني الاستقصاء اللي قامت به وزارة الصناعة. أما فيما يخص بجلود الأغنام تقدر أنها تستغل سنويا أكثر من 4 ملايين قطعة باستخدام قدرات 60%. هنا كما رانا نشوفوا أنه الإمكانيات والمادة كاينة يعني متوفرين، لكن يبقى فقط الاسترجاع يكون ضعيف. الاسترجاع ربما يعود هذا للمواطنين اللي لازم يتعاونوا مع الجهات الوزارية. العام اللي فات كانت هناك يعني قفزة نوعية، ان شاء الله هاد التقنية ايضا راح تزيد من هاد القفزة. خلينا نشوفوا الفيديو ونشوفوا كيفاش المواطن يقدر يستعمل هاد التطبيق. نتابع في الشاشة الخلفية ونتابع على المباشر. إذن هذا هو التطبيق كما رانا نتابعه فيه. خاصية متوفرة على تطبيق مريق النظافة. لتحميل تطبيق مريق النظافة نكتب على جوجل بلاي مريق النظافة، نقوم بتثبيت التطبيق ثم فتح التطبيق. نقوم باختيار المدينة، أوكي سويفون. الآن للدخول إلى خاصية هيدورا نضغط على هذه الأيقونة. الآن للمواطن لما يكون عنده هذه المادة يضغط على علامة زائد، يدخل عدد الكمية تاع هذه المادة لنفرض مثلا 5. الآن لو سيستيم تاعنا راح يعطي له أقرب نقطة لما هو يأكتيفي الجي بي اس لا لوكاليزاسيون تاعو، تعطيه أقرب نقطة اللي يقدر يرمي فيها هاد الهيدورة المبرمجة من قبل الهيئات المختصة. الآن راح يطلع هاد لا دوموند تاعو، يضغط على هاد الأيقونة تاع بوغ سويفغ ليتينيرار باش يروح لهاد لو بوان. لما يضغط عليها راح يعطي له المسار كيفاش يوصل لهذه النقطة. إذا نعود للأستوديو، كنا شفنا يعني طريقة بسيطة نستخدمها من خلالها هذا التطبيق. احنا لما يعني خدمنا هذا التطبيق قمنا بتبسيطه، يعني طفل في عمره 14 أو 12 سنة يقدر يستخدم هذا التطبيق. صحيح، حتى الاولياء ربما اللي ما عندهمش احتكاك مع بالتكنولوجيا ربما راح يكون هذا التطبيق بسيط، اليس كذلك؟ بالطبع. اذا انت اللي كنت تشرح لنا في الفيديو هذا التطبيق. الان ربما سؤالي هو من جهه هذا التطبيق راح يوضع تحت تصرف الجهات الوصيه اللي راح تسهر على استرجاع هذا الجلود، انت شتبلي عندهم قابليه يعني انهم يستخدموا التكنولوجيا في هذه العمليه؟ نعم بالطبع، لأنه وزارة الصناعة راهي تبحث وتسعى إلى إيجاد يعني منهجية وآلية معتمدة يعني دائمة للقيام بهذه العملية لتثمين فرع الجلود والنسيج. راح يكونوا ربما أيضا الموظفين تاعهم يعني من أجل استخدام هذه التطبيقات وتطبيقات أخرى، هذا ربما نموذج أولي، راح نشوفوا أيضا تطبيقات مستقبلا أليس كذلك؟ بالطبع، لأنه احنا راح نقدموا لهم يعني آلية ومنهجية دائمة للقيام بهذه العملية. أيضا راحنا بلا ما نشوفوا يعني الجانب البيئي عندها أثر يعني بيئي كثير أكيد في يوم عيد الأضحى، لأن هذه المادة راح تسبب أذى كثير. أيضا الجانب الاقتصادي، لأنه هذه المادة عندها يعني راح تزيد في المدخول الاقتصادي.
لانه حسب يعني الاحصائيات لو قمنا يعني باسترجاع يعني الجلود يعني فقط يعني 4 ملايين قطعه هذه تاع جلود الاغنام راحنا يعني تكون زياده في الاقتصاد الوطني بما يقدر ب 500 مليون دينار جزائري يعني وهي زياده يعني معتبره في الاقتصاد الوطني اكيد للاسف ما نستغلوهاش بما فيه الكفايه يعني سنويا ترمى وتتلف هذا الجلود للاسف من جهه اخرى المواطن انت كمواطن جزائري وكفاعل في قطاع التكنولوجيا تشوف ان المواطنين عندهم قابليه انهم يستخدموا التكنولوجيا اليوم نعم عندهم قابليه هذا نوع من التطبيقات نعم عندهم قابلين لانه يعني تقريبا 80% من الجزائريين عندهم دي سمارت فون ايضا الجزائري يعني عنده الوعي وحاب يعني يقوم بالتغيير خاصه لما يكون يعني تكون هناك رقمنه في المجال احنا نعطيهم التطبيق ويعني هما الباقي عليهم يعني هما ايضا من جهه اخرى نعاود نقولوا هذا التطبيق يعني اول مره راح يستخدموا المواطنين راح يوضع تحت تصرف المواطنين الجزائريين لكن من جهه اخرى تطبيق مريق للنظافه عنده شحال هو يعني شحال وحنا نخدموا به انتم شفتوا ان المواطنين استخدموه قدم حلول للقاطني ولايه بومرداس وبالطبع يعني صراحه انا كنت نشوفوا بلي الناس راهم يستخدموه فيه يعني يستفادوا منه بالطبع شوفي التطبيق يعني لازم يعني باش يتعرف ولازم يعني المواطنين يخدموا به احنا يعني بصدد القيام بحملات تحسيسيه وتوعويه بالنسبه للمواطن احنا كنا سطرنا يعني برنامج عمل للقيام بهذه الحملات التحسيسيه مع مديريه البيئه وبالتنسيق يعني ايضا مع مؤسسه مدينات باش نقوموا بحملة تحسيسية على مستوى بلديات ولاية بومرداس باش نحسسوا المواطن أنه هناك تطبيق يعني راح يساعدنا باش ننظموا هذه العملية تاع جمع النفايات المنزلية وأيضا عملية جمع جلود عيد الأضحى المبارك إذا هذه الحملات التحسيسية ربما اليوم راكم معنا في الإعلام وحنا طرف أكيد وجزء من هذه العملية لكن خممتوا أيضا أنكم تتقربوا للأحياء ربما يعني تقدموا منسقات وربما أيضا تعرفوا بهذا التطبيق يعني خاصة فئة الشباب وتحدثت أيضا على الأطفال ولا المراهقين في سن 14 سنة تقرب أيضا من هذه الفئة في المدارس أيضا المتوسطات ربما باش حتى هم يكونوا همزة وصل بينكم وبين الأولياء اللي راح يتخلصوا من هذا الجلود طبعا وهذا يعني جزء من البرنامج تاعنا كما قلت لك الحملات التحسيسية اللي راح نقوموا بها ديجا قمنا بحملة تحسيسية على مستوى يعني جامعة بومرداس في بودواو أيضا عندنا يعني برامج مسطرة باش نقوموا على مختلف يعني المدارس والهيئات التربوية باش نقوموا بتحسيس يعني المواطنين بهذه العملية ولا بهذا التطبيق أكيد وأنت من الفاعلين في مجال التكنولوجيا وشنو هي أبرز العراقيل اللي راهي تواجهك ربما أنت كمسؤول على تطبيق ومشروع مريق الهيدورة وهذا يعني التطبيق تحديدا يعني هناك عراقيل يعني نقدر نقولوا عراقيل بيروقراطية لانه لما يعني احنا ديجا يعني المساهمه تاعنا راح تكون مجانيه صافي احنا يعني خدمنا وقمنا بالدراسه وخدمنا هذا التطبيق وراح يعني نقدموه مجانا يبقى الان يعني تدخل يعني السلطات المعنيه بهذه العمليه من جهة أخرى المواطنين ربما اللي مازال ما دخلنا مازال ما اندمجنا يعني مازال ما واكبنا هذا التطور التكنولوجي الحاصل يعني حول العالم نشوفوا دول أجنبية يستخدموا التكنولوجيا في كل حاجة ليس كذلك طارق بالطبع احنا مازال ما واكبنا هذاك التطور وربما التطور التكنولوجي عندنا يقتصر على استخدام الهواتف النقالة مواقع التواصل الاجتماعي لكن أننا نحملوا هكذا تطبيق ربما راح يكون مفيد ويقدم لنا حلول على أرض الواقع مازال بالطبع لانه المشاكل يعني اللي راهي حاصله يعني واللي راهي موجوده في هذا المجال يعني ضروري من الضروري ادخال التكنولوجيا ولزام ادخال التكنولوجيا في هذا المجال لانه الرقمنه والتكنولوجيا يعني عندها يعني فوائد كثيره لانها تقلل الجهد يعني
تقلل الوقت ايضا، تقلل الوسائل في الوسائل، يعني لانه البرنامج تاعنا احنا كما سبق وقلت لك انه البنى التحتيه كاينه متوفره والماده الاوليه متوفره، يبقى الاسترجاع قليل. الان احنا من خلال يعني البرنامج تاعنا حبينا نوصلوا انه يعني نسبه الاسترجاع يكون كبير كبير، ونقصوا يعني نخفضوا في يعني الوسائل المستعمله في هذه العمليه. اكيد حنا نتمنوا لك كل التوفيق سيد طارق شريفي مسؤول مشروع بريق الهيدورا، نتمنوه لك ليك وايضا للتطبيق اللي هو مجاني تحت تصرف المواطنين في كل من بومرداس وبويره. عندكم فكره انكم تعمموه على الاقل قبل عيد الاضحى باش هكذا يستفادوا منه يعني الناس؟ بالطبع حنا يعني عندنا خطه لتعميم هذا التطبيق ان شاء الله، يعني بروشان مو راح نكونوا لهنا في الجزائر العاصمه 58 ولايه. بالطبع احنا ماذا بينا يعني كما قلت لك انه التطبيق يعني راهو جاهز 100%، يبقى تدخل السلطات يعني باش تستخدم هذا التطبيق. اكيد والمهمه تاعها هي اللي راح تعمم هذا التطبيق باذن الله، راح يساعد المواطنين في استرجاع أو يساعد السلطات في استرجاع الجلود، ويساعد أيضا المواطنين باش يعرفوا نقاط جمع هذا الجلود. يعطيك الصحة، احنا نتواصلوا معك بعد عيد الأضحى باش نعرفوا إذا ترقلت الأمور وإذا قدرتوا تحققوا الأهداف المسطرة من خلال هذا التطبيق على مستوى كل من بومرداس وبويرة، وإذا هذه الحملة الاستباقية وهذا البرنامج القصادة. يعطيك الصحة. إن شاء الله. يعطيك الصحة. شكرا على الاستماع. بداية يوم موفقة.